الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الدارسون، هذا هو فصل من فصول الصراع الفكري بين المسلمين وبين خصومهم. هذه الصورة التي سنعيش معها في هذه الوحدة إنما هي تمثل أخطر صور الصراع على الإطلاق. وإن شئتم أعزائي الطلاب أن تقولوا إن صورة من صور الغزو الثقافي، إنما تعود كلها إليها كل صور الغزو، ألا وهي صورة الصهيونية. الصهيونية تلك التي تمثل أخطر وجه العلاقة بين المسلمين وغيرهم على الإطلاق. الصهيونية التي تمثل داء عضالا لا يمكن لأمة أن تخرج عن آلامه إلا إذا كانت على صور سنعرفها بعد قليل. إن الداء العضال الذي يهدد العالم بأسره ويقضي على أمان وآمال الشعوب واستقرارها على الإطلاق، إنما هو هذه الصورة، صورة الصهيونية. لماذا أيها الشباب؟ لماذا أيها الدارسون والدارسات؟ لأنها أخطر المذاهب الدينية والسياسية التي منيت بها البشرية على الإطلاق. أيضا ما يتزال العلة تحتاج إلى بيان. لماذا كانت الصهيونية بهذا الخطر؟ لأنها تفرض قهرا سياسيا وقسرا فكريا وتمايزا عنصريا، كما أنها تمثل احتكارا للشعوب واحتكارا للقوى المادية والفكرية على مستوى الأرض كلها. ولذلك أيضا بما تغرس وتزرع بين البشر من شحناء وبغضاء، وتغرس في قلوب الناس إحن وأحكاء وأحقاد وكيد وشقاق. لماذا أيها الشباب؟ لأن الصهيونية ليست قاصرة على افتعال دولة يهودية في فلسطين وحسب، ألا وهي أبناء صهيون، وإنما هي تستهدف سيادة الدنيا بأقطارها، بل واسترقاق شعوبها كافة. هذه الصورة البسيطة التي تغرس بين أضلعنا وبين عقولنا وأفكارنا هذا العدو الواضح الذي يسفر عن وجهه القبيح، يجب علينا في عصرنا الراهن أن نسلح أبناءنا في التعامل معه. إن هذه الصورة السوداء تكشف عنها دروس عدة. هذه الدروس ستظهرها الصور التالية على هذه الوحدة. الدرس الأول منها نعرف بالصهيونية ونبين نشأتها، وذلك فيه تلك العناصر الواضحة. العنصر الأول، نعرف أولا بالصهيونية، ثانيا نقف كذلك بك عزيزي الطالب على نشأتها وأسباب نشأتها في الغرب وتسعى دوما إلى تحقيق أهدافها. أما عن تعريف الصهيونية، فالصهيونية عبارة عن حركة. انظر إلى هذا التعريف، حركة سياسية عنصرية متطرفة. هذه القيود في التعريف كما نوضح دوما في كل صور الغزو الثقافي تكشف لنا عن أهداف الكامنة وراء المسميات. فالصهيونية حركة، إذن هي حركة فكرية وليست سلاحا عسكريا، وإن كانت تتزيى بأزياء عديدة في عالمنا الإسلامي وفي ربوع بلادنا العربية والإسلامية، فقد تكون سلاحا عسكريا وهذا هو الواضح المر الأليم، وقد تكون سلاحا فكريا وهو أخطرها على الإطلاق. الحركة السياسية، لم تكن الصهيونية حركة علمية وإنما حركة سياسية، بل إن شئت فصف لنا سياسية، إنها عنصرية ترمي إلى تحقيق أهداف وأطماع اليهود في فلسطين وفي العالم كله. وهي أي كلمة الصهيونية مشتقة كذلك من جبل صهيون. إذا قيل صهيونية أي نسبة إلى بداية فكرتها واعتقادها الجاثم على صدورها، جبل صهيون في القدس، حيث تطمع الصهيونية
أن تشيد فيها هيكل سليمان وتقيم مملكة لها تكون القدس عاصمتها. إذن أعزائي الشباب، ما المقصود بالصهيونية؟ إن إجمال كلمة الصهيونية هنا يقف بك على هدفها، هي حركة سياسية تهدف إلى إقامة دولة إسرائيل في فلسطين، وأيضا تسعى إلى السيطرة على العالم بما تملكه من قدرات مادية وعسكرية يشاهد الجميع أخطارها في كل واد وفي كل زمان ومكان. هذا هو تعريف الصهيونية. الأمر الثاني، هيا بنا أعزائي الطلاب لنقف على موجز لتاريخ الصهيونية ومراحل نشأتها. إن تاريخ الصهيونية جزء من تاريخ اليهود أنفسهم. لماذا؟ لأن اليهودية فكرة، أو هي كانت في البداية كما تعلمون دين رباني يسعى إلى غرس التوحيد، وكل نبي أتى بالتوحيد، لكن الصهيونية كانت منبثقة عن فكرة كانت من صناعة أرباب اليهودية ورؤسائها الدينيين، ذلك أن الصهيونية امتداد لما يقوم به اليهود منذ القدم، وللصهيونية جذور تاريخية وسياسية منذ قيام حركة المكابيين التي أعقبت العودة، أي عودة اليهود من السبي البابلي، وذلك قبل التاريخ، حيث كانت أول أهداف هذه الحركة العودة إلى صهيون وبناء هيكل سليمان. إذن أهدف إعادة الصهيونية أو عودة الصهيونية إلى جبل صهيون لإنشاء دولة إسرائيل في المنطقة العربية بل في قلب العالم الإسلامي هدف قديم منذ زمن بعيد، وهذا هو الهدف الذي كان في بداية تأسيسها. ثم بعد ذلك توالت مراحل انتشارها وارتبط بكل مرحلة هدف من أهداف الصهيونية ترنو إلى تحقيقه النفس الصهيونية التي تسكن بها أمراض النفوس، حتى كان من أخطر مراحلها الحركة الفكرية الاستعمارية في العصر الحديث. هنا تحولت الجوانب العقدية والأهداف الدينية لدى الصهيونية القديمة إلى أن تكون حركة فكرية جديدة تسعى إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين، وذلك في بداية القرن التاسع عشر الميلادي. هذه المرحلة، أو إن شئت فقل هذه الصورة وتلك الأهداف التي تسعى الصهيونية إلى تحقيقها، كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحركة السياسية. أيضا في العصر الحديث، وهو أخطر وجوهها على الإطلاق، بدأت الصهيونية نواتها الأولى عام 1806 حين اجتمع المجلس الأعلى لليهود بدعوة من نابليون بونابرت الذي كان يريد أن يقيم لنفسه إمبراطورية كبيرة في أوروبا، فسعى إلى استغلال أطماع اليهود في إقامة وطن لهم في فلسطين، وحرضهم على مساعدته، وقد قاموا بالفعل بمساعدته مساعدة ضخمة ليعمل على بناء إمبراطوريته الضخمة. وثم بعد ذلك أتى بخيبة أمل كبرى يوم أن خرج من مصر بحملته المعروفة الغزو العسكري لمصر بما يسمى بحملة نابليون بونابرت، ولكنه خابت خطته وعاد إلى أرضه منكس الرأس، لأن المسلمين قد وقفوا بالمرصاد وفهموا القضية. وجاءت بعد ذلك حركة المنسق الأكبر والمؤسس الأكبر للصهيونية الحديثة، وهو الصحفي اليهودي النمساوي تيودور هيرتزل، الذي دعا إلى إنشاء وطن لليهود وحثهم عليه، وبدأت هنا هجرات اليهود إلى فلسطين حتى حصلوا عليها كما تعلمون أعزائي الطلاب سنة 1948، أن استقلوا بفلسطين تماما، وغدت فلسطين في قلب اليهودية بل إن شئت فقل الصهيونية، وذلك يؤكد على هدفها السيء وهو الحصول على أعز ما تملك الأمة القدس. فلسطين إذن إسلامية عربية، وما تزال الصهيونية تنادي بأنها يهودية صرفة، والجواب يحتاج إلى عقولكم وقلوبكم. هكذا كانت
نظرتنا سريعا إلى إنشاء أو إلى بيان تاريخ الصهيونية الحديثة، فماذا عن بقية أهدافها؟ هذا ما ستنبئ عنه الصفحات التالية.